خلينا نروح للقطة تانية يمكن تابعناها في المهرجان، وهو الحاجات اللي بينشرها الفنانين والناس اللي بتحضر الحفلات المختلفة على السوشيال ميديا. الفنانة إلهام شاهين نشرت أكتر من صورة وبوست ليها من حلقة الفنانة ماجدة رومي في العالمين، وكتبت على الصورة: فرحتي بصديقتي الغالية اللي بعتز بصداقتها وبحبها وبحترم فنها، الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي. كمان الإعلامي شريف مدكور قدم حلقة خاصة من مهرجان العالمين استضاف فيها فرقة طبلة الست وكمان باند فؤاد ومنيب، والحفلات دي حققت نجاح كبير على السوشيال ميديا، خصوصا الفيديوهات الخاصة بفرقة طبلة الست واللي تم تداولها بشكل واسع جدا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي. الحلقة كمان حققت رواج وكان في متابعة من الجماهير اللي موجودين في العالمين اللي استمتعوا طبعا بالعروض دي وبالموسيقى المختلفة وبالأداء المتميز للفرقتين. كمان كتير من رواد السوشيال ميديا بدأوا يسألوا عن حفل فرقة كايروكي. الفرقة بتأكيد ليها جمهور كبير، والحفلة بتاعتهم من المقرر أنها تقام يوم 23 أغسطس اللي جاي ضمن فعاليات مهرجان العالمين. كان في تفاعل كبير مع البوستر الدعائي اللي نشرته الصفحات الرسمية للمهرجان على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ودايما بيتكرر السؤال المعتاد: ازاي نقدر نحجز تذاكر الحفلة؟ خلينا نفكركم ان الحجز في اي فعالية من فعاليات مهرجان العالمين بيكون عن طريق موقع تذكرتي. بتدخل على الموقع، بتسجل بياناتك المختلفة، وبعدين بتختار الفعالية اللي انت عايز تحضرها وفئة التذاكر وعدد التذاكر. موضوع سهل جدا، محتاج بس انك تدخل على موقع تذكرتي وتملى بياناتك وتحصل على التذكرة للحفلة اللي انت عايزها.